أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1209 إصابات جديدة في 24 ساعة الماضية بمرض كوفيد-19، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة بسبب الفيروس 1628 حالة وفاة، كما سجلت الوزارة 1387 حالة شفاء من المرض. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.